لا تتوقع تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا في أي وقت قريب. هذا الكلام يقوله موقع ميدل إيست آي بالمانشيت العريض لا نحن. ميدل إيست آي يقول هذا الكلام مستنداً إلى عوامل إقليمية ودولية وإلى آراء محللين وخبراء، خلصت إلى أن الظروف غير مواتية بعد لإجراء من هذا النوع. حياكم الله فيما تبقى. أثار كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الخميس الفائت عن لقائه وزير خارجية النظام بعد عقد من قطع العلاقات أثار مفاجأة وأغضب الكثر والكثيرين في شتى أصقاع الأرض، بما فيها كان واضحا هذا الغضب في الشمال السوري المحرر، لكن آخرين لهم وجهة نظر أخرى، بما فيهم ميدل إيست آي الذي لا يتوقع أي انفراج دبلوماسي بين أنقرة ودمشق في أي وقت قريب. إنهم لا يملكون القدرة ولا الإرادة على فعل ذلك، مشيراً إلى النظام. هكذا نقل موقع ميدل إيست آي عن مصادر وخبراء رد تركيا على مقترح روسي جاء على لسان بوتين بأن تعمل أنقرة مع نظام الأسد لطرد مقاتلي وحدات حماية الشعب وحزب العمال الكردستاني من مواقع مدرجة ضمن العملية العسكرية المرتقبة. أثار كشف وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو عن لقائه وزير خارجية نظام فيصل المقداد بعد عقد من قطع العلاقات مفاجأة، ما دفع كثيرين إلى التساؤل عن كواليس اللقاء. لكن موقع ميدل إيست آي قال إنه لا يتوقع أي انفراج دبلوماسي بين أنقرة ودمشق في أي وقت قريب حسب ما أفادت مصادر وخبراء. وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال إنه التقى بوزير خارجية النظام فيصل المقداد في بلغراد في تشرين الأول على هامش قمة حركة عدم الانحياز، وأضاف هناك أيضا نقلت أن الحل الوحيد لسوريا هو المصالحة السياسية، وتابع يجب إخراج الإرهابيين من سوريا. من ناحية أخرى قال إنه يجب أن يكون هناك سلام بين المعارضة السورية والنظام، ويمكن لتركيا تقديم الدعم في مثل هذا الوضع. جاويش أوغلو قال ذلك في معرض رده على سؤال عما إذا كان هناك احتمال لمكالمة هاتفية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس النظام بشار الأسد، وهو ما زعمه تقرير صحفي صدر مؤخراً عن مصادر مشكوك فيها، ونفى جاويش أوغلو ذلك بالقول إنه في الوقت الحالي لا يوجد اتصالات دبلوماسية بين أنقرة ودمشق. أيام ثلاث ساخنات، تلك الأيام التي مرت وشهدت كثيرا من التصريحات والتصريحات المضادة حول ما الذي يحدث بين أنقرة ودمشق وما الذي سوف يحدث في قادمات الأيام. للتعليق على هذا الأمر معنا من اسطنبول الصحفي أحمد الحسن. أستاذ أحمد مرحبا بك. أهلا وسهلا. ما الذي يحدث؟ مولود جاويش أوغلو يقول التقيت بفيصل المقداد ويعني على النظام والمعارضة أن يتصالحا وانتهى الموضوع. نعم، لدينا في هذا الجانب ثلاث مشكلات. المشكلة الأولى أن الكثير من المحللين لا يميزون ما بين الموقف السياسي الموجه للداخل التركي، الموجه للدول، الموجه للشارع السوري، وما بين المواقف الخاصة بتركيا. كما ذلك لا يميزون ما بين التصرفات المعتادة للدول، يعني على صعيد الدول في حال قطع العلاقات، وما بين التطبيع الذي يقصد به تسليم المعارضة للنظام، تسليم المناطق للنظام. هذه لو فهمت آلية عمل الدول لحصلت الكثير من أمور الهدوء في الداخل السوري، لكن للأسف مقاربتنا في هذا الجانب ضعيفة، لأننا نفكر بعقلية الأفراد ولا نفكر بعقلية الدول. ما يحصل كالتالي: أول شيء، التصريح داود أوغلو ليس جديد، تصريح جاويش أوغلو ليس جديدا. منذ عام 2014 تصريحات جاويش أوغلو تنص على التالي كسياسيين، يقولون وحدة الأراضي السورية، سلامة الأراضي السورية،
القبول بمشاركة المعارضة وفق القرار 2254. يعني بمعنى آخر هذا هو المصالحة السياسية. يعني هذا الكلام ليس خاص بسوريا، كل الدول التي شهدت نزاعات انتهت بمصالحة سياسية، سواء فيها جرائم قتل، سواء فيها جرائم ضد البشرية، مهما كانت الأشكال النهاية مصالحة سياسية شئنا أم أبينا. حاليا هذا الموضوع ليس جديدا من ناحية تركيا، ليس جديدا من ناحية السعودية، ليس جديدا من أي دولة من هذه الدول. الخلاف أين؟ ما هو مصير الأسد؟ هل الأسد يمثل النظام؟ هل الأسد جزء من المشكلة والحل؟ أم الأسد جزء من المشكلة وليس جزء من الحل؟ الخلافات خلال السنوات السابقة كلها تدورها حول هذه النقطة. تركيا تعمل منذ عامين على سياسة هادئة ومختلفة في هذا الجانب. إذا لاحظنا تصريحات شاويش أوغلو بالذات نجد أنه يفصل تصريحاته تجاه الحكومة السورية عن جملة الأسد. يعني يفرق الأتراك حالياً ما بين جملة الحكومة السورية وجملة بشار الأسد. يعني يخرج من واحد من المسؤولين يقول جرائم بشار الأسد تمنع عودة المهجرين، تمنع عودة اللاجئين، وجود بشار الأسد لا زال يشكل جزء مهم من عرقلة الحل السياسي في سوريا. في نفس الوقت يخرج مسؤول تركي آخر يقول كدولة عضو في الأمم المتحدة علينا التعاون مع الحكومة السورية في مكافحة الإرهاب، في إعادة اللاجئين، في توفير الظروف للحل السياسي في سوريا. هنا مستويان من الفصل، بشار الأسد مجرم، حكومة سورية نحن مجبرون للتعامل معها ويجب أن تكون المعارضة السورية جزء من هذه الحكومة. هذه هي جوهر الحل في 2254، هذا هو جوهر الحل الرئيسي. الذين يقرؤون هذه التصريحات ينظرون مباشرة إلى الجانب العاطفي، يعني بمعنى آخر كانوا سابقا ضد بشار والآن يمهدون للتطبيع مع بشار. قرار حاسم نهائيا، الموضوع ليس متعلق بوزير خارجية، القرار بخصوص بشار الأسد والتطبيع مع سوريا هو قرار مجلس الأمن القومي وليس قرار الخارجية. الخارجية مجرد موظف في هذه الدائرة. جيد، ما البعض يقول لك أستاذ أحمد أن الرئيس التركي يبدو أنه عاد من سوتشي من لقائه بعد لقائه مع بوتين بشيء جديد وشيء مختلف. البعض يتحدث مثلا عن اتفاق أضنة معدل، لذلك نعم. المسؤولون الأتراك يصرحون، يعني الآن بدأت تصريحات توطئة لاتفاق ما مع بشار الأسد. هذا الكلام أيضا يتجاهل المرحلة القادمة. يعني الناس حين يحللون يفترضون أن موقف أردوغان هو موقف جديد، أو هذا الكلام غير صحيح. هذا الكلام منذ بداية أستانا. يعني لماذا لجأت تركيا إلى أستانا؟ لجأت تركيا إلى أستانا لأن الدول الغربية والولايات المتحدة دعموا قرار جنيف والقرار 2254، لكن تركوا آلية التنفيذ على هوى الناس. يعني قالوا مع الزمن مع التكلفة العالية للسوريين سيضطرون للجوء إلى هذا القرار، لا يوجد أي آلية تطبيق لهذا القرار. هنا لجأ الأتراك إلى مناورة أخرى مع الجانب الروسي. الروس يتقدمون في كافة المناطق، وعرف الأتراك أن موجة تهجير أخرى قادمة عبر الحدود السورية. لذلك الأتراك عملوا في هذا الجانب على المحافظة فقط على الشمال السوري، لأن الشمال السوري يشكل تهديد للأتراك. هنا ماذا فعل الروس للمناورة؟ قال لهم بما أنكم تركزون على الشمال دعونا وافقوا على موجات هجرة للذين يرفضون المفاوضات في الغوطة وغيرها باتجاه الشمال. يعني الروس كانت عندهم عرقلة من جماعة الغوطة من جماعة الجنوب أن هناك بعض الرافضين لأي مصالحة مع النظام، فوجدوا الحل في نقل هؤلاء باتجاه الشمال. نفس الكلام الأتراك قالوا إذا وافقنا على هذا الحل نحن نعم لا نستطيع أن نتدخل بالملف السوري بالكامل لأنها دولة عضو في الأمم المتحدة ولا نمتلك صلاحيات تحت البند السابع أو البند السادس، لكننا نمتلك صلاحيات تحت البند السادس في الشمال السوري في المنطقة الحدودية بسبب موجات اللجوء التي تشكل تهديد للأمن القومي التركي. فوافقوا على هذه وحصلت أستانا. حاول الأتراك قدر الإمكان في كل مراحل أستانا أن يتحولوا من الأستانا من خفض التصعيد إلى وقف إطلاق نار شامل، لكن لم يستطيعوا ذلك حتى وصلوا إلى نقطة العظم النهائية وهي اتفاقية الأخيرة، اتفاقية إدلب. هذه الاتفاقية الأتراك يعتبرونها نقطة الأمن القومي. يعني هذه المنطقة لم يعد للأتراك قدرة على المناورة فيها سياسياً، لا تسليم ولا المسامحة في أي شيء. يعني حاليا الأتراك يعتبرون أن السوريين إذا عجزوا عن الدفاع عن هذه المنطقة فالأتراك سيتولون الدفاع.
هذا الموقف التركي من ناحية موجات الهجرة باتجاه تركيا. كيف يحافظ الأتراك على البعد القانوني لهذا التدخل؟ مجبرون سياسيا على القول أننا لا نتدخل في الشأن السوري، لكن عسكرنا موجود في سوريا بسبب داعش، بسبب تهديدات إرهابية، وبسبب موجات اللجوء القادمة. لذلك الموقف التركي ماذا سينص؟ ينص على أننا مستعدون على التعاون مع الحكومة السورية ومع باقي الأطراف السورية باتجاه الحل السياسي. ماذا يعرض الأتراك في هذا الجانب؟ يعرضون نقطة كالتالي: إما اتفاق معدل لاتفاقية أضنة. هذه الاتفاق المعدل يعني القبول بمنطقة خفض التصعيد الأخيرة كجزء من اتفاقية أضنة، ويعتبرون أن الجيش التركي باقي في هذه المنطقة حتى الحل السياسي في سوريا وحتى مشاركة المعارضة في هذا الحل السياسي. النقطة الثانية: تحويل اتفاقية الأستانة وسوتشي من منطقة خفض التصعيد إلى منطقة وقف إطلاق نار شامل. في هذه النقطة يعرض الأتراك القيام بمناطق آمنة تؤوي اللاجئين في هذه المناطق وتمهد للحل السياسي وتعمل على استعادة اللاجئين. في هذه النقطة ما هو التطبيع مع النظام؟ في أي جزء يتم التطبيع مع النظام؟ عندنا مستويان: المستوى الأول التعاون الاستخباراتي، المستوى الثاني هو مستوى اتفاقية الأستانة. على مستوى اتفاقية الأستانة تشارك الخارجية وتشارك المخابرات وتشارك وزارة الدفاع. على مستوى المخابرات يتم مناقشة فقط ما بين المخابرات. أول لقاء تم على مستوى المخابرات كان هاقان فيدان قبل دخول تركيا في إدلب بعشرة أيام. حاول الأتراك عرقلة الدخول في إدلب وقالوا دعونا نتفق على عدم دخول النظام في منطقة خفض التصعيد، لكن علي مملوك أصر على أنه سيصل إلى باب الهوى. هنا اضطر الأتراك إلى الدخول في إدلب وتوقيع اتفاقية إدلب، وقام الأتراك بإظهار أن هذه الاتفاقية فيها تنازل تركي بهدف تخفيف بعض الخلافات مع روسيا ومع النظام، لكن الهدف الثاني من تركيا كان توريط النظام عبر دخول مجموعات عسكرية تركية كبيرة إلى هذه المنطقة قادرة على حماية هؤلاء. بعد أن دخلت تركيا بهذه الجموع بدأت تركيا تعرقل بعض الاتفاقات مثل اتفاقية M4 عرقلتها تركيا، لكن بعد ماذا؟ بعد أن دخل الجيش التركي بفاعلية جدا في هذه المنطقة. حاليا تركيا لاعب أساسي في هذه المنطقة بناء على اتفاقية إدلب. لا يوجد أي تطبيع في خطة تركيا حاليا في هذا الجانب، لكن هناك سوء فهم لما يحصل في الأستانة. يتحدثون عن تسليمات، ليس الموضوع كذلك. تركيا قادرة فقط على اللعب في المنطقة الشمالية فقط، لا تستطيع أن تلعب في الغوطة، لا تستطيع أن تلعب في دمشق، لأن القانون الدولي لا يسمح بذلك. والبعض يقول يعني اللقمة السورية أكبر من الحنجرة التركية، يعني تحتاج إلى حنجرة من القياس الأمريكي ربما. نعم تماما لا خلاف في ذلك. البعض يقول هناك سيناريو آخر، بوتين، الأتراك يعني شبه صدموا بالحائط، إيران غير موافقة على عملياتهم العسكرية القادمة ومزعوجة من وجودهم، والروس كذلك، وواشنطن كذلك، واشنطن ترفض العملية ولا تريد التخلي عن قسد، الكل ضد الأتراك، ما الحل؟ عفوا، البعض يقول أنه فلاديمير بوتين عرض على الرئيس التركي أنه لا حل أمامك سوى الصلح مع بشار الأسد، ونحن نتخلص من قسد ومن البيكيكي. ما الذي تريده تركيا؟ هذا أمر جيد بالنسبة لها. هذا كلام بسيط جدا جدا، لا يعرفون السياسة التركية. من قال إن هم تركيا فقط قسد؟ يعني بمعنى آخر، هل أولويات تركيا في الملف هو قسد؟ يعني هل تعجز تركيا عن الدخول في قسد؟ ألا تفعل عمليات في العراق بدون أي تنسيق مع حكومة العراق؟ ألا تفعل ذلك؟ الموضوع في تركيا أثقلت جيشها بالعكس في مناطق لا يتواجد فيها قسد. لماذا الجيش موجود، جيش التركي موجود في مناطق هيئة تحرير الشام؟ لأن تركيا تدرك أن هيئة تحرير الشام باعتبارها كانت سابقا جزء من القاعدة مبرر لروسيا للدخول في هذه المنطقة عسكريا. لذلك الجيش التركي هناك موجود ليقول نحن نضبط الوضع تبع المهجرين ونضبط انضباط هيئة تحرير الشام ولا نسمح لكم بتبرير عمليات عسكرية في هذه المناطق. أولويات تركيا في الملف السوري، دعني أقول لك بصراحة، أولوية أولى حاليا في مجلس الأمن القومي هو منع خروج مهجرين ولاجئين جدد من سوريا مهما كانت المبررات. يعني حاليا تركيا ستعرقل أي عملية عسكرية للنظام في أي منطقة في الشمال السوري تتسبب بموجة هجرة جديدة. هذا الموضوع تعمل عليه تركيا في الأستانة وسوتشي، وإن اضطرت عسكريا ستتدخل وتتدخلت، ودخلت ضد حزب الله ودخلت ضد النظام. المرحلة الثانية هي مرحلة
العمل على إعادة اللاجئين الموجودين في تركيا بالعودة الطوعية باتجاه سوريا. يعني من يريد العودة الطوعية يعتبرون أن عودتهم إلى مناطق سوريا الكبرى طويلة، لكن بالشمال السوري إذا استطاعت تركيا حماية هذه المنطقة وتأمينها وتأمين اقتصاد في هذه المنطقة، يمكن إعادة هؤلاء اللاجئين بما يخدم الأتراك في الانتخابات وبما يخدم المأولوية الثالثة هو مكافحة الإرهاب. يعني بعد هذين الأولويتين هناك أولوية مكافحة الإرهاب وهي قسد وبعض المجموعات العابرة للحدود. ضمن هذه الأولويات حتى الآن الموضوع ليس تطبيع مع النظام ولا يتعلق بالنظام. الآن لماذا دخلت سوتشي في الموضوع؟ لماذا صار موضوع تصالحي، موضوع هذا الكلام يطرح من إيران وروسيا؟ حاليا بعد موضوع أوكرانيا عندنا ملفان مهمان للأتراك، هو طريق خطوط نقل الطاقة وخطوط نقل الإمداد والغذاء. يعني الإمداد والغذاء من أوكرانيا والدول تلك باتجاه أفريقيا باتجاه دول فقيرة، وهناك خط نقل الطاقة من الخليج باتجاه أوروبا باقي المناطق. هنا تركيا بحاجة بناء إطار مناسب في الشمال السوري يؤسس لدورة اقتصادية، يعيد الطرق الدولية للفاعلية. هنا تركيا ماذا تحتاج؟ تحتاج تعاون لوجستي مع الصين، تعاون لوجستي مع إيران، تعاون لوجستي مع دول الخليج. هذا التعاون اللوجستي يفرض اتفاقات محددة، جزء من هذه الاتفاقات باتت إيران تستخدمه من أجل التطبيع مع النظام. تركيا تشترط هذا التطبيع بنقطتين فيها سقوط النظام. النقطة الأولى القبول بالمعارضة كشريك سياسي على إطار الحل 22-54، يعني مجرد موافقة النظام على هذا القرار معناها سقط بشار الأسد. قد تبقى بعض المؤسسات، لكن مجرد الثانية. موافقة النظام على هذا. النقطة الثانية هو أن تركيا تقول إذا كان صعبا القيام بهذا الكلام دعونا في اتفاقية الأستانة نتوجه نحو الدور التكاملي ما بين جنيف يعني المسار السياسي وما بين الأستانة العسكري، يعني نعمل وقف إطلاق نار في الشمال السوري. هذا وقف إطلاق النار يعيد المهجرين إلى مناطق سوتشي التي نزحوا منها، وهنا تركيا تناقش نشر شرطة مثلا تركيا شرطة شيشانية مشتركة، هذا يناقش حاليا مع الروس لكن لا يخرج إلى التصريحات. كلام ناقش موضوع قسد وهو تطبيق اتفاقية سوتشي. أين الشرطة الشيشانية يناقش انتشارها في أي المناطق؟ هذا الكلام في المناطق التي دخل فيها النظام في عام 2018، يعني قبل اتفاقية إدلب، المناطق التي دخل منها إليها النظام. نتحدث عن حول الطريق M5 والطريق M4 وامتداداته، حتى في مناطق قسد تتحدث تركيا عن هذه المنطقة، تقول دوريات مشتركة، إدارة محلية مشتركة، وجود شرطة دولية مقبولة من الأتراك والمعارضة ومقبولة من الروس ومقبولة من النظام. هذا الكلام حاليا من يعرقله النظام، عمره 3 سنوات ودائما يناقش في الأستانة لكن دون جدوى. موضوع إعادة المعتقلين أيضا يناقش لكن النظام يعرقل ذلك. النظام هم الروس، يعني الروس والإيرانيون. لا النظام يعرقل الناس، يعني النظام، يعني موسكو موافقة على هذا الكلام. موسكو ليست موافقة لكنها ليست رافضة أيضا، يعني بمعنى آخر حاليا موسكو بسبب الملف الأوكراني باتت مجبرة إلى التنازلات في الملف السوري. طهران تتحدث تربط هذه المواضيع بالاتفاق النووي، يعني تقول دول الخليج إذا شاركت في هذا الموضوع وعرقلت بعض المشاريع الإسرائيلية تجاه إيران وبدور تركي في هذا الجانب فيمكننا نعم الضغط على النظام. النظام لذلك يعرقل هذه الأمور، يعني النظام يخشى انقلاب داخلي بشار الأسد. إذا حصلت هذه المشكلة فقد سقط هو. حاليا ما هو الحل الذي وصل إليه الجميع؟ هناك دول الخليج تعرض مبادرة ثانية. هذه المبادرة تقول كالتالي، تقول نحن نعمل انقلاب داخلي في المعارضة وانقلاب داخلي في النظام وانقلاب داخلي في قسد. هذا الموضوع نوقش عدة مرات، يعني بمعنى آخر من الذي يرفض اتفاقية الأستانة؟ من الذي يرفض الحل في جنيف؟ هؤلاء ننقلب عليهم، بشار الأسد ينقلب عليه ضباطه، المعارضة من المعارضين الذين يرفضون هذا الحل يتم الانقلاب عليهم. قسد التي ترفض تصفيه حزب العمال الكردستاني وترفض المشاريع العابره الحدود يتم الانقلاب على هؤلاء. هذه الطريقه من الانقلابات هدفها التوطئه للحل السياسي في سوريا، لكن الاتراك يدركون ايضا ان هذا التوجه معقد وطويل الامد. لذلك ما هو الخيار لدى تركيا حاليا؟ الخيار كالتالي، بشار الاسد ندرك انه يرفض هذه المبادره، لذلك نحن نتعامل سياسيا مع بشار الاسد اننا مستعدون
للتعاون مستعدون لهذا الكلام، لكن بشار سيرفض. لذلك لدينا ورقة سياسية نستخدمها ضد بشار الأسد عند اللزوم. لماذا الأتراك يستخدمون هذه الموضوع؟ الأتراك يدركون أن صبر روسيا على بشار الأسد حين يصل إلى الأمن القومي الروسي سيتخلون عن بشار الأسد. إيران تستخدم بشار الأسد حاليا عند اللزوم، لكن إن احتاجت التضحية ببشار الأسد من أجل تحويل إيران إلى نقطة استراتيجية للنقل ما بين تركيا ودول الخليج ستضحي ببشار الأسد وعائلته جميعا. وتركيا وإيران حاليا وقعت عدة اتفاقيات مع قطر، عدة اتفاقيات مع سلطنة عمان، مع الإمارات عبر تركيا، وهذه الاتفاقيات ستكون جزء من الضغوط التركية على إيران من أجل التخلي عن بشار الأسد. حاليا ما نستطيع أن نقوله كالتالي: الأتراك باقون في الشمال السوري شاء بنظام أم أبى، حتى الحل السياسي في سوريا بعد 20 عام بعد 30 عام، سواء ذهبت حزب العدالة سواء جاءت المعارضة، الموضوع ليس قرار أحزاب، الموضوع قرار مجلس الأمن القومي، وزارة الدفاع، المخابرات. هذه تربط هذه المسائل بمسألة الأمن القومي. يعني حتى إذا ذهب حزب العدالة وجاءت أحزاب أخرى، هذه الأحزاب مجبرة على اتخاذ نفس القرار. لذلك الموضوع أبدا لا يوجد تطبيع. حاليا من الذي حرك موضوع الصرح والتطبيع؟ هناك ملف ظهر في العلن، هذا الملف دفع باتجاه التطبيع. بعد الحرب الأوكرانية قررت روسيا أن تبعد جنيف عن المفاوضات السياسية، فتم طرح دولتين كينيا والإمارات. يعني قالوا ننقل المفاوضات ما بين إما إلى الإمارات أو إلى نيروبي في كينيا. فهنا بلأت الصحافة التركية تتحدث أن هناك دولتان تعملان على الوساطة مع تركيا من أجل الصرح مع النظام، وهذا الكلام غير صحيح. هذا الكلام يتفاوضون فقط للجنة الدستورية. يعني الإمارات تسعى إلى أن تكون منطقة الإمارات هي مقر اللجنة الدستورية، ونيروبي كينيا تسعى إلى ذلك، لكن الدول الغربية ترفض هذا التوجه. الصين تدعمه، إيران تدعمه، روسيا تدعمه، لكن الدول الغربية ترفض هذا التوجه. لذلك هذا الذي حرك موضوع أن هناك دولتان تسعيان إلى الوساطة مع النظام. ما هي الاجتماعات التي حصلت؟ حصلت ثلاث اجتماعات على المستوى الأمني. هذه الاجتماعات الثلاث انتهت بفشل ذريع، لأن الاجتماعات الثلاث كانت تنص على بعض الملفات المرتبطة بالشمال السوري والملفات المرتبطة بالشمال الشرقي بخصوص قسام. ما حصل من هذه الاجتماعات فقط تطور بسيط. هذا التطور هو أن النظام وافق على عمليات نوعية تركية ضد حزب العمال الكردستاني. في مقابل ماذا؟ تم اختطاف شخص من قادة حزب العمال الكردستاني من وسط اللاذقية. في مقابل ماذا؟ في مقابل ماذا وافق النظام؟ المقابل كالتالي: النظام يسعى إلى أن يتعامل مع تركيا على أنه شريك اقتصادي لا بد منه. يعني حاليا النظام أكبر علاقات الاقتصادية للنظام مع تركيا وليس مع إيران. حاليا إذا نظرنا إلى السجل التجاري للنظام نجد أن إيران في آخر هذا السجل. السجل التجاري كله مع مرتين، مع النظام، مع تركيا. لذلك النظام من أجل الموافقة على بعض الأمور الاقتصادية يتغاضى عن هذا الجانب ويتعاون في هذا الجانب. كذلك النظام يسعى إلى العمل على طريقة محددة. يعني النظام كذلك مثل الأتراك يعتبر أن الداخل السوري مهزوز. كيف مهزوز؟ هناك أطراف ترفض الحل السياسي نهائيا، هناك أطراف تطالب بإسقاط بشار الأسد وإسقاط كذا وحرب عسكرية طويلة الأمد. فيعتبر أن هؤلاء سيكونون جزء من عرقلة المشاريع التركية بخصوص الحل السياسي، فهو يستثمر فيهم. أيضا هناك موجات فساد في الشمال السوري، هناك ضباط منشقون لم يتم الاستثمار فيهم. هذه النظام ليس غبي، النظام يعتبر أن هؤلاء استثمار. يعني يقول سيأتي يوم ينقلب هؤلاء على تركيا، وعن طريق هؤلاء أستطيع إقناع تركيا بضرورة التعاون. البعض يقول أن الإدارة التركية في الشمال السوري تساعد النظام على هذا الأمر بطريقة إدارتها للشمال السوري. أخي معاذ، نحن الثورات حاليا ماذا قامت؟ الثورة، يعني المظاهرات الأخيرة ماذا تقول؟ تقول لن نسقط النظام، لن نصالح، لن نفعل، لن نفعل، لن نفعل، نفعل. لكن هذا يبقى مظاهرات وأقوال. لو كانت هذه المظاهرات تحولت إلى نظام سياسي، يعني تحولت، أفرزوا مثلا مجموعة تمثلهم في جنيف، مجموعة تمثلهم في الاستتانة، لكنت قلت تركيا مسؤولة عن هذا. لا، بالعكس تماما،
هذه جزء من 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 تعطيل الملفات السياسيه. يعني نحن لازلنا نفكر بعاطفيه، بالعكس لا احد البعض يقول لك كيف بعاطفيه استاذ احمد، يعني هذا الفعل الناس تعبر عن رايها، وحتى يعلم القاصي والداني ما هو موقف الناس. اخي معاذ، في اللقاء الماضي يعني حصلت، قالوا عني سوركي لاني قلت هؤلاء الشباب يجب أن يقوموا ضد الفاسدين وضد الفساد، سواء من تركيا أو غير تركيا. يعني أنت في منطقتك قم ضد الفساد، فعل مظاهرات، قم ضد الفاسدين. نعم هذه المظاهرات قامت، لكن قامت فقط، لن نصالح. طيب لن تصالح، أنت كجسم سياسي كجسم عسكري لديك فساد كبير في الداخل، هذا الفساد يجب أن تعمل عليه، يجب أن تحله. هم يحملون الأتراك جزء من هذا الفساد، يعني طريقة إدارة الأتراك هم أصلاً. البعض يقول أن هذه المظاهرات حصلت على هذا الزخم لأن الكثرة غاضبين من الإدارة التركية، من طريقة إدارة تركيا للملف. يعني دعني أبسط لك المسألة أخي معاذ. نحن اليوم ذهب الضابط التركي وجاء بأربعة خمسة من قادة الجبهة الشامية أو قادة مثلا أي تفاصيل من هذا الفصيل، عشيرته وقفت ضد تركيا وحصل النزاع، من يتحمل المسؤولية؟ هل يحصل هذا الأمور؟ يعني أنا أتحدث عن عقلية الدولة، الدولة تحسب كل شيء، قدر الإمكان الأتراك يريدون عدم التدخل. نعم يوجد فاسدون كثر، بالمناسبة الشهر هذا حصلت تعديلات كبيرة في الجهاز الأمني التركي، في الجهاز العسكري التركي، هذه التعديلات كلها فيها موجات فساد بما فيها الملف السوري. يعني حتى الملف السوري جزء من هذه الحملات التي تمت في الفترة الأخيرة، التعديلات التي تمت في إدارة الهجرة، التعديلات التي تمت في إدارة المنطقة الشمالية. جيد، يعني تنبه القوم وأخيرا. نعم تماما 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 تمام. فلذلك أقول لك يعني يجب أن نفكر بمنطقية، العاطفة لا تفيد. يعني الإنسان هو عاطفة وعقل، أليس كذلك؟ نعم، هذا في السياسة، السياسة مكر ودهاء وعقل. جيد، والبعض يقول والسياسة كذلك مواقف واضحة كالتي أبداها الناس في الشمال السوري. نعم لا إشكال في ذلك، لكن يتطور هذا الموقف لموقف عملي. لا جيد، هذا الكلام الآن بعهدة من يسمعك الآن في الشمال السوري. نعم، أنتم تظاهرتم. أنا أدعم وكل جمعنا أدعم. نعم تماما نعم. وشكلوا كيانات. نعم تماما. هكذا تقول. داخل تركيا نعم تماما هذا الكلام أنا أقول. الصحفي أحمد الحسن كنت معي مباشرة من إسطنبول، شكرا جزيلا لك. عفوا. تعال، ما تبقى غدا بإذن الله 9 مساء بتوقيت دمشق، ما تبقى جديد في أمان الله.